أنا عايز أبدأ من المكان اللي إحنا موجودين فيه، من الشغل اللي بيحصل في الكوب 27 أو قمة التغيرات المناخية. أولوية مصر وهي داخلة كمصر، مش بس كمدير أو كرئيس لمدة سنة للقمة دي والقلالية دي، الأولوية اللي حضرتك داخل بيها كوزير الراية هي إيه؟ الأولوية الحقيقة إن إحنا ننفذ السلوجن بتاع الكوب 27 أو الشعار بتاع المؤتمر المناخ اللي هو 27، اللي هو معا من أجل التنفيذ. يبقى إحنا ما بنتكلمش على شعارات وما بنتكلمش على خطط ودراسات، إحنا بنتكلم على تنفيذ مشروعات على أرض الواقع. وده الحقيقة اللي إحنا داخلين كوزارة الموارد المائية والري علشان نحققه. عندنا مبادرة عالمية اسمها أوير، أو مبادرة التكيف المناخي أو التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه، مبادرة عالمية ولكن تطبيقها هيكون في أفريقيا. المبادرة دي فيها ست بيلرز أو ست محاور رئيسية، والمحاور دي كل محور منهم فيه عدد من المشروعات احنا مصممينها وحاطين لها جدول زمني وحاطين لها بادجت او تمويل رقم معين، وبنطالب الدول ان هي تمولها علشان مصر تكون الهب او المركز لافريقيا في التكيف مع التغيرات المناخيه. وزاره الري هي وزاره من اهم واعرق الوزارات في مصر. علم الري هو علم مصر تاريخيا في الاساس. هل مهمه وزاره الري اتغيرت مع ندره المياه، مع التهديدات اللي حوالينا، مع التغيرات المناخيه؟ هل مهمه وزاره الري وشغلها وطريقه شغلها اتغيرت؟ بالتاكيد حصل تطور في مفهوم الري، علشان كده الاسم الحقيقي هو وزاره الموارد المائيه والري. هنا الري انت عندك كميه ميه بتوزعها للفلاحين على مستوى جمهوريه مصر العربيه، ولكن الموارد المائيه بقت مسؤوليه وزاره الري النهارده ان هي تشوف الموارد المائيه بتاعه مصر وازاي تعظمها وازاي تحسن استخدامها. ودي مهمه يعني كبيره جدا لما نيجي نتكلم النهارده على اعاده استخدام، واحنا شايفين طبعا استثمارات الدوله في اعاده استخدام المياه الصرف الزراعي بمحطه مثلا بحر البقر على سبيل المثال، 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، اكبر محطه اعاده استخدام او معالجه مياه في العالم، ومحطه تانية تحت الانشاء هتتخطى 7 مليون متر مكعب في اليوم. فدي كلها موارد إضافية للموارد الأصلية بتاعتنا، لأن حصتنا من نهر النيل ما بتكفيش، وبالتالي لازم ندور على موارد أخرى. يمكن نتكلم في المستقبل إن شاء الله على تحلية المية وإزاي تحلية المية تدخل كعامل وبعد جديد في وزارة الموارد المائية والري، ودي الأبعاد الجديدة اللي لازم بتدخل في الوزارة.